منوفر. صافي يا رب. مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي، قناه الشعب، قناه صوت لمن لا صوت له، قناه المظلومين فضل مسور وتبيين الحقيقه. واليوم كنتواجدوا في اخر يعني المطاف ديال هذا القيل والقال على لي باركينغ. لي باركينغ اللي ناضوا ناس كيقولوا يعني حقا مدير او مسير ديال الباركينغ قصاهم. حنا ملي كنهضروا على الصحافه كنهضروا على الصحافه انها نزيهه في العمل ديالها، انها خاصها تاخذ الحق والرد الاخر، يعني ما خاصهاش تاخذ غير راي واحد، خاصها تبحث وتعرف المنظوم ديال هذه الشركه شنو دارت وتجي وبحث، لان الصحفي الدور ديالو هو خاص يكون عنده واحد التحقيق صحفي في الميدان ديالو بطبيعه الحال، انه خاص يكون عنده واحد التفكير واسع ماشي تفكير محدود، بذلك ان غادي نشوفوا هاد الناس هادو اللي كيقولوا حقا انهم يعني قصاهم المسير، هذوك الناس اللي كيقولوا قصاهم المسير ملي اننا درنا التحقيقات ديالنا وعرفنا انه ذوك 13 واحد اللي تقصاو عندهم يعني شكايات من الشركه اللي سابقه. يعني كيقولوا حق هذوك الناس كيجيو ياخذوا الفلوس وكيمشيو، ما كيحضيو باركينغ، ما كيعسوا على باركينغ وباغيين عاود ثاني يخدموا كياخذوا ذوك الفلوس ديال الجماعه هباء منشوره، كان هذيك فلوس الدكاليين كياخذوهم همايا. هاد الناس اللي خدامين منذ يعني هاد الناس هادو علاش ما تقصوش؟ هاد الناس علاش خلاهم مسير الشركه؟ هادو هو السؤال المطروح. يعني هاد الناس اللي غادي يجاوبون على هاد السؤال ضمن هادوك الناس اخرين اللي دواو. السلام عليكم. تفضل اودي. يعني عاوديني علاش دوك الناس بالضبط خرجوا كيقولوا انتوما علاش تخدموا هما لا؟ هادوك الناس حنا بقى 20 عام وحنا في هاد الباركينات، اي شركه دخلت نخدموا مع قانونيه. في التامين تيجيو دوك الشمكاره تما تيجي يبغي يهرب واحد يهرب يبغي ياخذ 400 ياخذ 600. هاد رئيس الجمعيه هاد مول يعني هما ما كيحدوا باركينغ ما كيديروا والو، كيحدوا لا باركينغ لا والو، واحد اخر حاضر واحد اخر تيتم جايين تيقول عطيني 10 درهم عطيني 20 درهم وما تيتساهلاش، وكان خارج من الحبس عطيني قد وقد. وهاد رئيس الجمعيه هو اللي تيحمينا، هاد المسير ديال الشركه هو اللي تيحمينا من هاد الناس اللي يجي يبغي يهربك على 400 ولا 600 وحنا نخدم اي شركه. سمعنا اول مره شركه ديال باركينغ غاتسيني كونترا مع العمال ديالها ومحميين بلي باج ديالهم بجيليات ديالهم. سنين معهم كونترا تيحمينا الشركه تحمينا الرئيس ديال الجمعيه، هذا المستشار اللي كاين دابا هو اللي تيحمينا من الجمعيه، حامينا في هادشي ديال الباركينات كلشي، وحنا خدامين مع اي شركه دخلت نخدموا معاها. حنا 20 عام وحنا خدامين في هادشي ديال الباركينات، وعندي مرض مزمن ديال العمليه القلب تيجي يعني يهرب عليك. باش تعرف نظرا هذا السيد عنده مرض مزمن وكيحدي الباركين وكيوقف به، اما واحد بصحته باغي يجي ياخذ فلوس من عند الناس صحه ويمشي بحال هكا. 400 عطيني الفراك، عندي مرض مزمن ويجي يقول لك عطيني 10 دراهم ولا نحيدك منه ولا ندير لك، وما يتساهلش ما تنعرفوش انا، يجي يوقف عليك تما يجي راكب على الموطور تيقول عطيني 10 دراهم ما تنعرفوش. هذا المسير الشركه هو اللي تيحمينا من الناس اللي تيجي يبغي يهربوا علينا يقول لك عطيني 400 ما يتساهلش. كاين اللي يجي خدام في المرسى كاين ما تعرفيش منين جاي، حاس قرع عليا الشراف في يدي يقول عطيني، وهي 20 عام اي شركه جات نخدموا معاها خدامين يعني كيشوفوا نظرة الاخلاق ديالكم كي دايره، ماشي بحال واحد يعني كيجي ينوض الصداع كيجي ياخذ فلوس وكيمشي، يعني كيشوفوا النظر ديال نظرهم تما على ذوك الاخلاق ديالك، واش ما عندكش واحد الصوابق مع هذيك الشركه اللي خايبين؟ عندنا مع الصوابق اي شركه نخدموا معها قانونيه، كنخدموا تدوز ست سنين تمشي شركه اخرى تجي شركه اخرى تلقى احنا باقيين في ذيك البلاصه 18 عام، ست شركات اللي دازوا وتلقاو في ذيك البلاصه، الان احنا باقيين في هذه البلاصه. دخلت هذه الشركه، الشركه تدات معنا واحد واحد ايش واحد اشهاد انجليزينا مع تمايا، واحد كونتراكت انجليزينا عندك انت يعني محمي قانوني في البلاصه، محمي قانوني في البلاصه ديالي، ما يبقى يجي عندك حتى واحد يقول لك عطيني 1000 فرانك، واحد يقول لك نحيدك، واحد يعطيك 400، هادشي تما هادشي باش نقول الحمد لله. السلام عليكم. يعني شفنا يعني نظرا للناس اللي قالوا حكا نتوما يعني جاوا وحيدوا ناس اخرين وداروا لكم نتوما، شنو تبغى تقول لك الناس؟ دابا انايا في واحد البلاصه خدام انا امام البلديه مده 7 سنين او 8 سنين، كنادي الواجب ديالي، جات الشركه الجديده هذه، من خرجت الشركه جات الشركه الجديده، جا المشرف ديالها قدم لي مستندات بان هذه الشركه دخلات وعطاونا واحد الوثائق بانه هذه الشركه غتحمينا، ومشينا صوبنا هاد الوريقات بان انا غنبقى في هذيك بلاصتي، ما كاينش حتى اللي غيجي، الا جا واحد اخر من بعد وقال لي لا حقا راه هذه بلاصتي، الشركه عطاتني واحد الورقه باش غنحمي راسي.
بان هذيك البلاصه ما كاينش اللي غيحيدني لا فرعون ولا موسى. حنا غادي قانوني قانونيا قال لك غادي يسلمونا البادج ديالنا، غيسلمونا الكسوه ديالنا باشراف من رئيس الجمعيه ورئيس المباشر اللي عطاو الصلاحيه للشركه والناس المفوضين. حنا الحمد لله في هذه البلاصه ديالنا ترونكي خدامين مزيان. ما بين واحد يعني كي ضربت تمارة من الصباح حتى 10 الليل ولا 12 واحد كي انا بالنسبه لي انا ما نعرف حتى واحد، انا نعرف الشركه، يجي عندي اللي بغى يجي، انا كنعرف الشركه، الشركه غاده معايا نظاميه غادي معاها نظامي، والشركه الحمد لله غاده معنا مزيان، عيطوا علينا عطاونا الوثائق ديالنا، مشينا سينيناهم في البلديه عند المقاطعه، هذاك الشيء غادي مزيان، خادوا عندنا تصاور، خادوا عندنا كل شيء، جاوا عندنا حتى البلاصه، سلموا علينا، قال لك هذه راه بلاصتك، مرحبا راحنا الشركه الجديده. قلنا لهم مرحبا بكم. قال لك ها انت بغيتي تشوف الاوراق؟ قلنا لهم صافي، راه الاوراق شفناهم، غادي هذاك الشيء قانوني، قال لك الساعه اللي غادي يجي التسليم ديال البلاصه، راه غتسلم بلاصتك. هذا الشيء اللي كاين. عجب. يعني شحال تقريبا تشوف هذه البلاصه؟ أنا متقاعد في الجامعة وخرجت تقاعد، عندي أزمة كبيرة، عندي بقات في الماندا ديالي ما بين الكرا والضو والماء. أنا دوكا في هذا الباركين تقريبا دازوا أربعة شركات، كل شركة عندها 3 سنين دزت معاهم، اللي جا كنخلصوا ما كاين حتى واحد يحيدني منهم، كيجوا داك الشيء مكانه كدور وكل واحد كيقول لك عطيني 100 درهم ولا عطيني 1000 فرانك. ما كنعطيش، كنعرف الشركه، كنعرف داك السيد اللي كيتخلص، السيد اللي كيتخلص من قبل الشركه كيجي كنعطي الامانه ديالو. نظرا ان شافوا الشركه طبقات واحد القانون انها بلاستيك قانونيا ما غيجي عندك حتى واحد يعطي، ناضوا هما بداو كيخلفوا واحد المشاكل لهاد الشركه. لا سيدي، جا السيد هذا اللي مكلف سوقي، هو اللي مسؤول على لي باركين من الاول. وكان رئيس الجمعيه سابقا. وناض هو لان شد الشركه هذه، جا غوت علينا، عطينا فوتوكوبي ديالنا، وعطينا لي كارت، ودخلنا كيليزينا معاه كونترا، فدينا معاه بين ما خدامين الشركه، ما كاين حتى واحد يمس بينا، حتى واحد ما عقرنا، حتى واحد ما قال لك حيدوا الشركه، اللي كيقول هاد الناس كيقول لك حيدوها من الشركه، حيدهم شي واحد ما كذوب، كيكذبوا، كاين الناس اللي هاجمين على لي باركين، كاين الناس اللي هاجمين على لي باركين كلهم. أكثرية أنا مسدود بالحج كيجي كيقول لك أنا كاين وكاين بزاف هادشي والسلام عليكم. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة شوف تيفي، كما سمعتوا معنا هاد الناس هادو يعني صرحوا يعني بداك الشيء اللي قالوا، أن كاينين الناس اللي مهجمين على باركين، كاينين الناس اللي كيستغلوا باركينغ صحة نظرا أنهم عندهم سوابق عدلية وكيقولوا حق حنا راه داخلين الحبس أجي نحقروا على هاد السيد مسكين كبير في العمر، عنده واحد يعني إعاقة ولا عنده مثلا عنده وليدات وخدام على وليدات وكيبغيش المشاكل، ولذلك كنتمنى يعني من الناس المسؤولين أنهم يتدخلوا في هاد الناس في أقرب وقت ممكن. وكذا بطبيعة الحال كنشكروا حتى هاد الناس اللي كيقدموا للمواطنين يعني كيأدي وكيأدي اللي متوحد طوموبيلاتهم، وكنتمنى يعني ما يبقاوش هاد المشاكل من القدام، وكنشكروا هاد يعني هاد الشركه اللي دايره هاد النظام ديالو اللي دخلات بواحد النظام يعني جديد، ان حتى واحد ما بقى يعني غادي تراما على شي باركينغ وغتولي مسائل قانونيه. وبذلك نتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امن الله، الى اللقاء.